السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ في تسجيل محاضرة المادة تي 324. أنا هحاول أعمل مقدمة بسيطة كده. المادة مكونة من 3 بلوكات. البلوك الأولاني بيتكلم عن الوايرلس تكنولوجي عموما، عن أجزاء زي الواي فاي، السبيكتروم، حاجات كتير كده، معلومات كتير. طبعا البلوك الأولاني بيشمل، ممكن لو احنا شفناه بالحجم هتلاقي إن هو نص المادة. في البلوك التاني بيتكلم عن تكنولوجي اسمها الوايرلس سنسور نتورك، زي السنسور اللي انا بستخدمه عشان اكتشاف الحريق مثلا او الدخان والكلام دوت. البلوك الثالث بيتكلم على البروجكت مانجمنت. مبدئيا في الجامعه يفترض ان هم بيبداوا بالبلوك الثالث وبعدين يتنقلوا للبلوك الاولاني. هو فكرتهم في البدء بالبلوك الثالث انه البلوك الثالث بيجي عليه اسئله في الواجب بس. فده المبدا. انا ما بتفرقش معايا، انا ببدا دايما من البلوك الاولاني، اخلص الجزء اللي انا عايزه وبعدين اثنين للبلوك الثالث. البلوك الثالث عباره عن حصتين اثنين بكتير قوي، شويه معلومات كلها بتنحفظ، حاجات مفاهيم كده سهله ان شاء الله. الماده اجمالا نظري، اجمالا نظري كميه المسائل اللي موجوده في الماده بتكون كميه محدوده. ممكن يجي في الامتحان 3 4 مسائل بكتير قوي. ما شفتش حد نزل في الماده غير يعني، ما عداش عليا بصراحه حد نزل في الماده. كل الناس بتحاول تذاكر وبتنجح، بس اللي بيفرق بقى موضوع الجريد ده. في ناس جابت A، في ناس جابت B+، في ناس جابت C وهكذا. طيب احنا هنبدأ في أول محاضرة النهاردة إن شاء الله. أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا ببدأ بالبلوك الأول، أنا ما بشتغلش من البلوك التالت. هي طيب هنبدأ بأول مصطلح كده اسمه مصطلح سبيكترم. أنا هدي تعريفات عامة كده وبعدين أشوف إذا أقرأ الكلام حلو. في مصطلح اسمه سبيكترم. السبيكترم ده معناها طيف بالعربي، هي عبارة عن رينج من الترددات اللي موجودة عندك، أو هو بيشمل كل الترددات الموجودة. جزء من السبيكترم ده بيسموه راديو سبيكترم. الراديو سبيكترم ده هو عبارة عن الترددات اللي احنا بنستخدمها في عملية الوايرلس كوميونيكيشن. هي الترددات اللي انا بستخدمها في الواي فاي أو في المايكروويف أو التليفون اللاسلكي أو استخدامات تانية. احنا في شغلنا بنركز على الراديو سبيكترم. طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان الواي فاي زي ما لو احنا بصينا الرسمه دي كده، ده اللي هو الراديو سبيكترم، دوت اللي هو الراديو سبيكترم. الراديو سبيكترم ده بيشمل جزء من السبيكترم. طيب في حاجه اسمها ترددات. التردد اللي هو عدد مرات تكرار الاشاره في الثانيه الواحده. لو احنا فاكرين كده الاشاره دي مثلا اتكرر، نفترض ان المسافه من النقطه دي للنقطه دي عباره عن 1 سكند، يبقى المفروض ان الاشاره دي اتكررت مرتين، يبقى التردد بتاعها كام؟ 2. 2 ايه؟ 2 هرتز. التردد هو عدد او النمبر اوف سايكل بير سكند، هو عدد مرات تكرار الاشاره في الثانيه الواحده. التردد بيتقاس بالهرتز. في حاجه اسمها الزمن الدوري او اللي بيسموه التايم بيريود. التايم بيريود دوت هو زمن تكرار او الزمن اللي انا محتاجه عشان اعمل سايكل واحده. التايم ريكوايرد تو كومبليت وان سايكل. الزمن الدوري او التايم بيريود والفريكوانسي بيكونوا عكس بعض، فلو انا عندي الفريكوانسي اقدر اكتب التايم بيريود. في مصطلح اسمه الطول الموجي او الويف لينث. الويف لينث بيسموه او الرمز بتاعه لمدة، اللي هي اللمدة العلامه ديت. اللمدة هي عباره عن الطول الموجي للاشاره. مفهومه هو ممكن ان انا اقول هو اكبر مسافه اقدر ابعت فيها الاشاره، او ممكن نقول هو المسافه ما بين قمتين. لو حضراتكم شايفين هنا ادي قمه ودي قمه، دي قمه ودي قمه، ما بين قمتين او ما بين قاعين للاشاره. الطول الموجي ده ليه تأثير مهم جدا في الطول اللي انا بستخدمه للأنتنة. هي ايه هي الأنتنة؟ الأنتنة اللي هو الهوائي او الاريا اللي بيعمل ترانسميتنج او ريسيفنج للداتا في الوايرلس كوميونيكيشن. هو بيقول لي هنا radio spectrum are the principal means by which الوايرلس كوميونيكيشن can be achieved. طيب مبدئيا كده الحاجات اللي بيبقى تحتها خط دي بتكون معرض لأسئلة، ممكن تيجي الاختيار، ممكن تكون تعريفات. فبيقول لي هنا الراديو ويف هي الطريقه اللي بيتم استخدامها لارسال الوايرلس كوميونيكيشن. الراديو ويف هي عباره عن جزء من الالكتروماجنتيك راديشن. الالكتروماجنتيك هي عباره عن موجات كهرومغناطيسيه. الكترو يعني كهربي، ماجنتيك يعني مغناطيسي. فالراديو ويف زي ما قلنا هي عباره عن جزء من او نوع من انواع الترددات او الاشعاعات الكهرومغناطيسيه. الاشعاعات الكهرومغناطيسيه بتكون مكونه من حاجتين اثنين، الكتريك فيلد مجال كهربي ومجال مغناطيسي، الاثنين بيكونوا متعامدين على بعض. لو بصينا على الجمله دي اتشينجينج، التغير في الماجنتيك فيلد اللي هو المجال المغناطيسي بيديني تغير في المجال الكهربي.
and changing في الإلكتريك فيلد بيديني تغير في المجال المغناطيسي. يبقى أنا دلوقتي عندي سبيكتروم هو عبارة عن رينج من الترددات بيشمل كل الترددات اللي موجودة عندي. جزء منه هو الراديو سبيكتروم، سواء السبيكتروم أو الراديو سبيكتروم هو عبارة عن إلكتروماجنتيك ويف. الإلكتروماجنتيك ويف زي ما قلنا هي عبارة عن إلكتريك فيلد وماجنتيك فيلد. The term electromagnetic is used because all these waves، كل الويفز ديت اللي هي أشعة إكس أو أشعة جاما أو أشعة فح فوق الحمراء اسمها الفوق البنفسجية أو اللايت أو كذا، كل دي عبارة عن electromagnetic. ليه؟ because all these waves involve the physics of electricity and magnetic. التايم احنا دلوقتي رسمين إشارة اللي هي زي دي اللي هي الساين ويف. دي الساين ويف، الساين ويف زي ما احنا شايفين كده عندي دلوقتي لها شوية خواص. أول خاصية بيسموها الفريكوانسي أو خلي الفريكوانسي. الفريكوانسي اللي هو number of cycle per second، لو احنا شفنا هنا ده فريكوانسي F اللي هو number of cycle أو oscillate per second اللي هو عدد مرات تكرار الإشارة في الثانية الواحدة. فلو عندي مثلا إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم بتبث على تردد قيمته 100 ميجا هرتز، ممكن نشوفها من الراديو نفسه بتاع السيارة. التردد هنا بيساوي 100 ميجا هرتز، والميجا احنا عارفين انها 10 أس 6، يعني معنى كده ان التردد هيكون 100 في 10 أس 6 يعني 100 مليون هرتز. معناها ايه؟ معناها ان الاشاره بتتكرر 100 مليون مره في الثانيه الواحده. يعني لو كانت من هنا من النقطه دي للنقطه دي 1 سكند، فاحنا هنلاقي هنا 100 مليون سايكل متكررين. يبقى اذا الفريكوانسي اللي هو النمبر اوف سايكل بير سكند ميجرد ان هرتز، والواحد سايكل بير سكند بتساوي 1 هرتز. طيب في حاجة اسمها التايم بيريد، الزمن الدوري. الزمن الدوري اللي هو التايم ريكوايرد تو كومبليت 1 سايكل. يعني طبعا 1 سايكل خلينا نقول من هنا لغاية هنا كده، من هنا لهنا من النقطة ديت للنقطة ديت 1 سايكل. طب الزمن بتاعها قد ايه؟ 1 ثانية مثلا. خلاص يبقى الزمن الدوري بتاعي او التي بيساوي 1 سكند. طيب هو نفس الزمن ما بين القمة دي، دي قمة للإشارة ودي قمة، أو قاع للإشارة قاع للإشارة. الزمن أنا ممكن أعرفه بأكثر من طريق. أنا كاتب هنا the time required to complete one cycle، أو اللي هو time between two successive، successive يعني ورا بعض، two successive oscillations أو cycles. السايكل الأولانية ديت ودي السايكل الثانية. الزمن ما بين قمتين أو قاعين للإشارة بيسموه the time period. الويف لينث اللي هو الطول الموجي، الطول الموجي للإشارة. زي ما قلنا احنا كنا بنقول في التايم هو التايم ما بين قمتين للإشارة أو قاعين للإشارة. طبعا نلاحظ ان المحور هنا مكتوب هنا محور التايم، نخليه محور المسافة، نخلي هنا الديستانس، وهنيجي نقول هي المسافة ما بين قمتين أو قاعين للإشارة متتاليين، هي دي اللي هي الويف لينث، اللي هي نفس التعريف إذا الديستانس بين two successive cycles. لو انا شلت كلمة distance وحطيت time يبقى المفروض انه هيكون اللي هو الزمن الدوري او اللي هو time period. لو انا شلت time وحطيت distance يبقى المفروض انه اسمه wavelength. طبعا الطول الموجي هو عبارة عن مسافة بينقاس بيه المتر. طيب في قوانين لازم اعرفها كده لان هتفيدني في الشغل. في قانون بيقول لي ان t اللي هو الزمن الدوري بيساوي 1 على الفريكوانسي. طبعا الـ T اللي هو الزمن الدوري والF اللي هو الفريكوانسي، نلاحظ ان كل واحد منهم مقلوب التاني، يعني العلاقة ما بين الاثنين دول علاقة عكسية. ازاي؟ لو في عندي حاجتين، عندي مثلا الـ A، عندي الـ T كان في البسط والF في المقام، لما يكون عندي رمزين واحد في البسط والتاني في المقام فالعلاقة بتكون علاقة عكسية. يعني لو زاد التايم يبقى يقل الفريكوانسي، لو زاد الفريكوانسي يبقى يقل التايم. طيب في قانون تاني كان بيقول السين بتساوي لندا في اف، اللي هو القانون ده، سين بتساوي لندا في اف. طيب خلينا نقول دلوقتي ان الفريكوانسي مش هيساوي السين على لندا، انا مش عارف اكتبها كرمز فهكتبها اسما كده. يبقى العلاقه ما بين الفريكوانسي واللندا عباره عن علاقه عكسيه برضه، لانه في واحد منهم في البسط والتاني في المقام. نيجي للالكتروماجنتيك سبيكتروم. الالكتروماجنتيك سبيكترام زي ما قلنا هو عباره عن رينج من الترددات، هو عباره عن جدول كبير جدا. الجدول ده بيكون فيه كل الترددات اللي موجوده عندي واستخداماتها، كل رينج من الترددات بيحدد لك استخداماتها. فبيقول هنا ده الكتروماجنتيك سبيكترام اذا تورن يوز تو ديسكرايب ذا انتاير رينج، كل الرينج بتاع الفريكوانسيز من الزيرو الى ما لا نهايه. السبيكترام
تعريف تاني ليه هو عبارة عن رينج من الفريكوانسيز. جميل، الراديو فريكوانسيز هي جزء من السبيكترم. فهو بيقول لي هنا الراديو فريكوانسيز ار الكتروماجنتيك ويف ويز ا ويف لينث، الطول الموجي بتاعها بيتراوح من كام؟ بيكون اكبر من 1 ملي متر. طيب عايزين بس نتفق على الوحدات. انا عندي دلوقتي حاجه اسمها وحدات قياس اللي هي الكيلو والميجا والجيجا والملي والمايكرو والنانو. لازم نبقى عارفين كده ان انا الكيلو في 10 اس 3 والميجا، الميجا دي ب10، الميجا ب10 اس 6 والجيجا تبقى بتساوي 10 اس 9 والملي بتساوي 10 اس سالب 3 سالب 3، المايكرو بتساوي 10 اس سالب 6، المايكرو بتساوي 10 اس سالب 6 والنانو 10 اس سالب 9 وهكذا. طبعا دي كده 10 اس 3. اللي انا عايز اقوله ان انا ما بفهمش الرموز دي، يعني لو انا بحل مساله رياضيه فانا اي رمز من الرموز دي بشيله واعوض عنه بقيمته. انا مش مطالب ان انا اطلع الناتج اللي موجود عندي بالملي او المايكرو او النانو الا لو كان الجمله اختياري او لو هو طلب مني حاجه زي كده. طيب فهو بيقول هنا الراديو ويف بيكون اباف 1، الراديو ويف الطول الموجي بتاعه بيكون اكبر من 1 ملي متر which work at a frequency less than 300 جيجا هرتز. عايز بس اجي هنا للنقطه ديت اللي هي نقطه الاعلى من 1 ملي متر. لو احنا شفنا الرسمه ديت هنلاقي هنا ده الباند او ده جزء من الفريكوانسي، التردد بتاعي كان 300 جيجا هرتز، يبقى الطول الموجي 1 ملي متر. طب هو انا لو عندي فريكوانسي اقدر اجيب الطول الموجي؟ احنا كان في قانون قلناه، قلنا ان السين بتساوي لامدا، لامدا مضروب في الاف اللي هو الفريكوانسي، الواي المقلوبه ديت الفريكوانسي، انا مش عارف اكتبها فهكتبها كده بالاسم. سي ده رقم ثابت، طبعا احنا هنا المعطى كان مديني مثلا الفريكوانسي بيساوي 300 جيجا هرتز، يعني 300 في 10 اس 9 هرتز. طبعا انا شلت التردد، شلت كلمه جيجا على طول يبقى ده الفريكوانسي. طيب هل السي معطى؟ السي ده رقم ثابت، ده سرعه الضوء، فالسي دوت اللي هو بيساوي 3 في 10 اس 8 متر لكل سكند، دي متر وليس ملي، متر وليس ملي. طيب لو انا عندي القانون ده السي بتساوي لندا فريكوانسي وعندي الفريكوانسي وعندي السي، مش ممكن اجيب اللندا؟ يبقى احنا هنقول ان اللندا لندا بتساوي مين؟ اللندا بتساوي السي على الاف، سي على الاف، يعني معنى كده انها بتساوي 3 في 10 اس 8 اس 8، 3 في 10 اس 8 على اللي هي 300 في 10 اس 9، 300 جيجا، 300 في 10 اس 9. طبعا واحنا بنحل مسائل الاله الحاسبه اللي موجوده عندي، طبعا الالات اللي معاكم اللي هي الاله اللي هي اف اكس 99 ال، هتلاقي فيه رمز بيعمل بسط ومقام كده، رمز بيديني بسط ومقام عامل زي الرمز، الرمز ده فيه رمز زي ده بالظبط، زي الرمز ده بالظبط موجود على الاله الحاسبه، ده الرمز اللي انا لازم استخدمه في كل العمليات اللي بيكون فيها بسط ومقام. لو ما استخدمتش بسط ومقام، لو ما استخدمتش الرمز دوت، هضطر استخدم اقواس، اي حاجه في المقام لازم احطها ما بين اقواس. عمليا احنا هنفهمها. المهم ان انا لو كان هو مديني الفريكوانسي فانا ممكن اجيب الطول الموجي، ولو كان مديني الطول الموجي هيديني الفريكوانسي. انا عايز اشاور هنا بس او اوضح نقطه، ان لو احنا بصينا للطول الموجي هنلاقي ان الطول الموجي شايف هنا كام؟ 1 ملم، 10 ملم، 100 ملم، 1 متر، 10 متر، 100 متر، 1 كيلو. ايه اللي بيحصل للطول الموجي؟ الطول الموجي بيزيد، لكن لو بصينا للفريكوانسي هنا هنلاقي ان الفريكوانسي بيقل، كان 300 جيجا بعدين بقى 30 جيجا بعدين بقى 3 جيجا وهكذا. مش احنا متفقين ان في علاقه عكسيه ما بين الطول الموجي والفريكوانسي؟ فلو بصينا كده نقول اباف 1 ملم يعني معناها كده انها اقل من او اللي هو لسه 300 جيجا هرتز. نرجع للكلام ده، فبيقول هنا ذا ريجون، في منطقه بيسموها مايكرويف سبيكتروم، دي غير او هي جزء من الراديو فريكوانسي. فهنا شايفين دي منطقه المايكرويف، يبقى المنطقه اللي بتهمنا ليه؟ لان المنطقه ديت هي معظم الموبايلات، الموبايل تكنولوجي بيكون شغاله فيها، الواي فاي والواي ماكس والرادار والساتلايت.